الوغ كاين واحد الحاجه، انت بغيت مثلا بارطاجي هذا الفيديو هذا، تبغي تبارطاجي معاه حتى الكتابه ديالو. لا بارطاجي درتي لا الفليشه هكا وبارطاجي غير هذيك مثلا، غنجربو هنايا في اورنج واحد الحساب هذا، حنا بارطاجينا عندو، مشينا عندو التليفون الاخر، ها هي جات غير جاع الفيديو ما جاتش الكتابه. اوكي نمشيو دابا نرجعو للتليفون الاخر اللي فيه الواتساب، هو هذا بغينا نبارطاجيو حتى هاد الكتابه، اذا نبقاو باركين عليها هكايا حتى تسيليكسيونا كامله، ونبركو على النقيطات وغنديرو ليه بارطاج شير شير، ونختارو الواتساب وعاد نرسلوها لنفس الشخص اللي رسلنا ليه قبيله. عاد شوفوا دابا ها هو تعطيني هنا الكتابه، نختار واش نقص منها شي حاجه، واش نمسح منها شي حاجه، وعاد ندير ليه بارطاج. اذا ها الفيديو الاول اللي رسلته لهذاك الشخص كيفاش وصل ليه، باردو وهنا فاش درت شير كيفاش وصل ليه، وصل ليه بالكتابه وبكل شيء. هذه الطريقه باش تبارطاجي الفيديو بالديسكريبسيون ديالو بالوصف ديالو، باش اللي مستقبل الفيديو يفهم المحتوى ديال الفيديو.